هذا وتربط مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة علاقات أخوية وتاريخية متميزة، غرس الآباء والأجداد جذورها من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين. نعم، وتثبت هذه الزيارات ما تشهده العلاقات البحرينية الكويتية من نماء متواصل على مر الأزمنة. مشاهدينا، التقرير التالي يستعرض لنا أبرز الزيارات التاريخية بين قيادتي البلدين الشقيقين. في 30 مايو عام 1949 زار حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح رحمه الله البحرين، حيث كان في مقدمة مستقبليه صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين طيب الله ثراه. وفي 5 نوفمبر عام 1949 وصل صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين طيب الله ثراه إلى دولة الكويت، حيث كان في استقباله أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. وفي 9 نوفمبر عام 1949 التقطت هذه الصورة خلال الاحتفال الذي أقامته دائرة الصحة احتفاء بحاكم البحرين، وذلك في المستشفى الأميري. وفي 13 سبتمبر عام 1952 زار صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين طيب الله ثراه دولة الكويت، وكان في استقباله الشيخ عبد الله السالم الصباح حاكم الكويت رحمه الله. وفي 7 مايو عام 1966 قام صاحب السمو الشيخ صباح السالم الصباح طيب الله ثراه بزيارة رسمية للبحرين بعد توليه مقاليد الحكم في الكويت. وفي 25 مايو عام 1970 قام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ولي عهد البحرين آنذاك بأول زيارة رسمية للكويت بدعوة من أخيه ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. وفي 26 مايو عام 1970 زار حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ولي عهد البحرين آنذاك زار اللواء 15، يرافقه الشيخ الفريق مبارك العبد الله الجابر الصباح وكبار قادة الجيش الكويتي. وفي 14 مارس عام 1974 زار جلالة الملك المعظم ولي عهد البحرين آنذاك دولة الكويت، وكان في مقدمة مستقبليه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وزير الخارجية الكويتي آنذاك. وفي 17 ديسمبر عام 1974 زار حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ولي عهد البحرين آنذاك دولة الكويت، والتقى مع أميرها صاحب السمو الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله. وفي 13 ديسمبر عام 1978 زار حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ولي عهد البحرين آنذاك الكويت، التقى خلالها سمو الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الكويتي رحمه الله.